اعزائي المشاهدين في كل بيت، اعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير، وربنا يا رب ما يطعمنا عاده ولا يحرمني منكم ولا يحرمكم مني، ويا رب قدرنا دايما على فعل الخير، وبعدنا يا رب على زيت الغير، ويا رب كتر من اللايك والشير، ويا رب نكون كل رمضان معاكم اون اير، وكفينا يا رب شر الظالم واللي مش فير واللي قلبه ضعيف يتكير. والسنه دي هنعلي الفولت ونقفل الامبير، واخيرا جت اللحظه اللي كلنا مستنيينها. وزي ما وعدتكم الفيديو لو وصل 100,000 لايك هعمل في حمد المقلب اللي عمله فيها انا وندى، واديني بنفذ وعدي وهجيبه لغايه هنا وهربطه في الكرسي، وطبعا اقنعته بعجوبه لان هو عارف ان انا مش هسيبه واطلع عيني واخد حقي وحق ندى، بس عشان الفيديو وصل 100,000 لايك ما يقدرش يتكلم معايا ولازم انفذ اللي احنا اتفقنا عليه. ضيفنا النهارده اكيل المحشي المشهور بكلمه يا سيدي، اللي مزهقنا باكل مراته كان مفيش واحده غيرها بتعرف تطبخ. صاحبنا اللي جاي النهارده مزاجه عالي قوي قوي في الاكل، بس احنا النهارده هنسد نفسه وهنستيل الاكل خالص، وهنحاول نعالجه من ادمان المحشي. معانا ومعاكم اكيل اليوتيوب اللي دايما شايف نفسه محظوظ، الاب اللي جواه طفل، معانا ومعاكم حمتي. وهنا من احد الاماكن في الشقه قاعدين مستنيين الضيف على النار اما نشوف هيلتعنا ولا هيعمل ايه. هو بطبعه اصلا كسوله بيمشي بالستريب، تلاقيه بقى دلوقتي واقف قدام المرايه عمال يعمل في استشوار وشعره، يقول لك بقى مذيعه ومش عارف برنامج وحاجات كده متخيلها في خياله، ما يعرفش ان احنا النهارده هنعمل فيه المقلب المتين وهنبوظ له كل اللي هيعمله. وصل وصل اهو. ايه يا عم العفره دي داخل علينا بعفرتك كده، حتى في الفيديو سواقتك وحشه. ازيك؟ عامل ايه؟ حلو الركنه دي؟ حلوه. ها؟ حلوه. ما رضيتش اجي بعربيه البرنامج، قلت اجي بعربيتي. عربيه البرنامج زمان مصابوك وماشي من كتر ما قطعتهم. عشان اوفر لكم. لا ده انا حنين قوي. حنين. انت عامل ايه؟ كويسه الحمد لله، اخبارك ايه؟ في مذيعين تاني ولا انت بس؟ مذيعات تاني، ده انت عايز تزيد بقى. لا انا بس. انت بس مذيعه؟ ولابس لنا بطيخ ومروشن نفسك على الاخر، ده انت ما تعرفش اللي هيحصل لك. اهلا اهلا اهلا، ان شاء الله يبقى برنامج حلو، انا اول برنامج اظهر فيه ده. واخر برنامج ان شاء الله. ان شاء الله يبقى حلو. ان شاء الله يبقى برنامج جميل ان شاء الله. وانا خلي بالك يعني ان شاء الله هنبقى مع بعض على طول تستضيفوني. ده انت فاضي بقى. ماشي؟ اتفضل ارتاح انا شويه عمال اخلص الاستديو. ماشي. حلوه تعالي هنا برضه، بس الجو حر هنا كده احسن من بيت. انا عندهالك بقى 9 ايام عشان تظبط لك اللبس. لوك مين يا ماما؟ ده من شبرا. لوك ايه؟ ما مظبط 100 100 اهو. لا عشان الكاميرا تخليك نجم كده. هنلمعك. نجم يعني؟ انا مش نجم. ماشي يا ستي ماشي. 9 ايام وفعلا الجو حر هنا جدا. الا اهلا اهلا اهلا. ما بتجيش لاي حد 9 ايام. وجايبني ميك اب؟ انا مش هحط ميك اب انا. اه بالفرشه. شكلك فاهمه شغلك، شكلك فاهمه شغلك. ماشي. الحاجات دي عشان الكاميرا وكده وخدود حمراء وبتاع. ماشي. حلو الحاجات دي بتزغزغ. يا اختي حلوه بتزغزغ. خلصتي كده؟ اوام كروته. ماشي ماشي. شكرا يا مس عطيات. شكرا. متشكرين. عسل مس عطيات دي. متشكرين والله، انتم يعني مدينا اهتمام وبتاع. هبقى اجي عندكم على طول. مش بقول لك فاضي؟ ان شاء الله. خلاص بقى جهز الاستوديو يلا بقى. دلوقتي خلاص وانا جاهز، بس اهم حاجه انا مش عايز اسئله في حياه شخصيه. لا وانت كتوم ما بتحكيش حاجه عن حياتك الشخصيه. لا ما تخافش جدا. ما تخافش جدا ازاي؟ انا اسئله بقى محرجه وكده. لا ما تخافش خالص، حاجات يعني حاجات عامه. حاجات تبقى الناس كده كده عارفاها، لكن اسئله الناس ما تعرفهاش لا. ماشي. قبل ما نقوم عشان ما اسيبش برنامجكم. سيب البرنامج وتقوم. انت ما تعرفش ان انت هتتكتف وهتدخل الحمام زي يخرجوا. انا بقول اهو. يلا بينا. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل حلقة جديدة في برنامج كرسي الحقيقي، وضيفنا النهاردة غير أي ضيف، مشهور بحبه للمحشي. أصل اتفطم عليه وهو صغير. وإحنا بنحبه يشوف ياكل عشان بيقول يا سيدي، وتملي بيقولها على نفسه إنه مخزوق. النهاردة قاعد على كرسي الحقيقة عشان نعرف سر حبه للمحشي، وليه بيقولها على نفسه مخزوق. رحبوا معايا مع نجم اليوتيوب حمدي. اتفضل. دي مقدمة العسل دي. دي مقدمة على سني. شكرا. انت لسه شفت حاجه ده؟ هنروقك. حلو الكرسي ده.
بس مش مريح يعني تحسيه ناشف. هنطريه. لا هو كده. ايه بقى البرنامج عباره عن ايه بقى؟ هسالك اسئله وترد عليها بسرعه. حلو ماشي. انا هجاوب بصراحه. ماشي. الكرسي ده جاي من بره مصنوع مخصوص للبرنامج. تمام. هجيب بقى الفريق عشان يظبط لك الكرسي ماشي. تمام. الفريق بتاعكم ده؟ اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. يا اهلا يا اهلا. طب هو لازم انا اتكتف؟ انا ممكن ما اتحركش افضل قاعد. ما هو ده اللي بيخليك ويقول لك الحقيقه. اه لما يتربط. لكن من غير حاجه دي كده مش هيعرفك على اي حاجه. اه يعني ما بيشتغلش لما تربط. لا وحياتك ما بيشتغلش لما انا اجي. اه ماشي. هما لازم يكتفوني قوي كده؟ ده انا كده مش هعرف اقوم اروح. روح مين ما قلت لك دخلوا الحمام ازاي اخرجوا. هتفكوني بعد البرنامج ما يخلص؟ لا بعد ما انا اعمل اللي انا عايزاه. ماشي. ايه بقى الاسئله؟ اول سؤال معانا، بتاكل كم مره وحش في الاسبوع؟ بياكلوا 3 مرات في اليوم، ده غير ما بياكلوا في الحلم وهو نايم. ياه في الاسبوع يعني. هو بصي لما ربنا بيهديها يعني تعملوا لي مرتين. لما انا ايه لما انا بطلبه يعني بقى وبلح وكده وكلام من ده فبعمله 3 مرات. بس هو غالبا كده بيبقى مرتين في الاسبوع. تاني سؤال، ليه بتقول على نفسك محظوظ؟ والله يعني القصه كلها في اني يعني شايف اني ربنا كرمني يعني. بس شوف الراجل بيهرب من السؤال ازاي. طب حتى امي لما جيت فالحمد لله يعني حظي حلو، بعتبر نفسي محظوظ عشان كده. فالحمد لله يعني الحمد لله محظوظ. تالت سؤال معانا. هي الاسئله كلها سهله كده؟ اه اسئله سهله خالص. ماشي قول. تالت سؤال معانا، هو بتحوش فلوسك في البنك ولا في البيت؟ مش هطول بول. فين الفلوس؟ مفيش فلوس اصلا. مفيش، معيش معايا فلوس. مراتي بقى الشيطاني اول باول، مش معايا. بس ان شاء الله لما يبقى معايا فلوس ان شاء الله يعني لما ربنا يكرمني يعني واقدر ادبر قرشين هاخدها منك برضه. هبقى اشيلهم في البنك مش هشيلهم في البيت، عشان لو سبتهم في البيت هيتاخدوا. فانا ايه بقى في البنك ان شاء الله. دلوقتي خلصنا المرحله الاولى، هنخش على المرحله الثانيه. ماشي. المرحله الثانيه سهله كده برضه؟ اه سهله. جينا لاهم لحظه، هعرض عليك 3 صور لثلاث فنانين. ماشي. اول صورة معانا هي كاترينا كيف. اه ملك عينك لمعت لي كده، نجمه بليود. اه تاني صورة معانا هي هيفاء وهبي. ايه والثالثه؟ الثالثه هي وفاء. امال قفل لي كده الراجل الصدم يا عيني. ما تنطق يا عم انت، ايه بلعت سنك. ماشي. ايه بقى المفروض تشوف انا ارشق واحده فيهم؟ اظن ده سؤال سهل مش محتاج تفكير. اختار ارشق واحده فيهم. سؤال محرج. احنا قلنا ما بلاش اسئله محرجه. محرجه برضك ولا عايز تخلع ليه كده بقى؟ والله انا مش عارف يعني، بس هي واضحه زي الشمس يعني. عارف لو قلت حاجه غير اللي في بالي انت حر يعني. طبعا انا لو جاوبت اجابه غلط هتكهرب صح؟ ولو جاوبت اجابه صح برضك هتكهرب. لازم اجابه صح. طيب يعني اقول الحقيقه بقى كده. كاترينا كيف؟ نعم. لا ما انت لازم تقول كاترينا كيف، ما انا ام الاربع عيال. طب والله لا انا ايمان. انت قلت ايه؟ سمعني كده تاني. انت قلت مين الارشق؟ ها؟ ما كان الكرسي بيكهرب. انت مش دريان باللي احنا فيه ده. ده ايه؟ محشي. محشي ايه؟ كل يوم محشي محشي. مش انت اللي بتعمليه؟ دلوقتي ما بقتش ارشق؟ طب ما اعمل ايه؟ ما الكرسي هيكهرب لو ما قلتش الحقيقه. لا ما انت الكهرباء دي مش حاجه للي جاي. ليه؟ لو وقعت الهواء اللي رماه. هو مش ده كرسي؟ مش ده كرسي الحقيقه برضه؟ كده على الله. شكرا. خد يا ندى. يا ندى تعالي. لا والنبي ما تسيبنيش لوحدي. ده انت جيت في ملعبي. ملعبي؟ لا ومتربى جاهز. قلت تعالي فكيه. تعالي فكوني. انت كنت حلو بتضحك. لا ما انا قلبت ليه مالك؟ ما هي قالت لي قولي الحقيقه. ايه ده سخن لك انت؟ مالك فيك ايه؟ خير. ايه ده ما تقلقش. ما تقلقش مش عاجبك حاجه. طب فكني شويه. عملك مضايقك قوي كده؟ لا مش مفيش حاجه خايف منها بس خدي اقول لك. ماشي انت خلاص دلوقتي بقيت تحت ايدي. هو ده اللي انا خايف منه. انسى بقى اللي فات ده كله. نسيت. والاسئله والبرامج اللي اسئله عبيطه. لا احنا بقى دخلنا في الجد. ايوه انا في اسئله. انا بقى ده اللي انا خايف منه. بترد بصراحه عشان انا مش هكهربك. لا بتعمل ايه؟ اعمل لا والنبي. اول سؤال وترد بصراحه، لو ما ردتش بصراحه انت عارف اعمل فيك ايه؟ لا مجرب وعارف. ايه رايك في لون الطرحه؟ لون الطرحه؟ لايقه مع الطقم ولا لا؟ جامد جامد اخر حاجه. امال حاسك كده بتقولها من ورا قلبك. لا والله. بقول لي يا ابني. بقول ايه؟ اللي عندك. اقول ايه طيب؟
سبرين. هو انا دلوقتي مش مفروض اقول الحقيقه ولا دي الحقيقه؟ دي الحقيقه بس. هو انا لو كدبت مش مفروض هتكهرب؟ انا ما اتكهربتش اهو. انت مش هتتكهرب، ما يا ريت هتيجي على الكهرباء. لا ده شعرك اللي انت فرحان لنا بيه وعمال تعمل استشوار استشوار. كفايه كفايه. ايه ده ايه ده؟ مين طب ليه؟ ما انا قلت الحقيقه. شعرك بقى تحفه. تصدق لاقي مع التيشيرت ده تيشيرت بطيخي؟ لا لون الكوتش كمان تيشيرت بطيخي. لسه اول القصيده. اول قصيده ايه؟ مش عايزين استهبال. احنا قلنا هنعمل فيديو كوميدي كده. ساعدوني. ها احنا قلنا كل دي فرصه ما بتجيش الا كل فين وفين الفرصه دي. احنا متفقين مش هيقعد في ايدينا تاني. متفقين نعمل فيديو كوميدي وانا ما كنتش راضي على الكرسي. ايوه كوميدي. اه ما تستهبليش وتزطي فيها. تاني سؤال. ما تزطيش قبل ما تاني سؤال. ما تزطيش بس اسالي براحتك حبيبتي. اسالي خدي راحتك. انت ليه بقى ما قلتش ان انا اللي ارشك بقى؟ تيجي مني كده ان شاء الله حتى قدام الناس. هجامل هجامل. حاضر. خفت على خفت على نفسك. خفت من الكهرباء صراحه. خفت. لا عطيات. لا كل ده عطيات. عطيات قابلتني في الاول الحلقه. انت مبقاش عندك ضمير في شغلك ليه؟ ليه اللوك مش طالع معاكي مظبوط؟ هو ده اللي احنا بنعمل عليه؟ عملت. انا عمال اقول جايه من لبنان وعامل لك صيت وانت في الاخر جايه من شبرا. هات اتكل على الله. ليه عطيات؟ يا عطيات خد خد العده بتاعتك. عطيات عطيات. يا لهوي. طب ما هي عملت. هي عملت. بتحب بقى لوك هندي؟ لا مش لا هندي ولا ياباني. انا بحب المصري. مصري مصري من عيني. لا خلاص مش عايز مصري. مش عايز المصري. لا 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 كده. لا كده بهدله ومرمطه كده. لسه عملناش حاجه. ازاي احنا لسه عملنا حاجه؟ انت عملت كده كل حاجه. المفروض بقى تقفلي البرنامج. لسه انا عندي ضمير في شغلي وانا زي عطيات. ازاي لا عطيات يعني ينفع؟ طيب يعني ينفع يعني انت تستضيفيني عشان تعملي فيها كده؟ يعني ينفع عطيات عدت يعني ينفع كده عطيات؟ عدتك يا مس عطيات. انا مش هاجي عندكم تاني. اعمل فيك تاني. ما تعمليش حاجه. اعمل فيك ده. انا هقول لك تعملي فيها ايه. انت تفكيني. ايوه. واقوم اتشطف. أيوة. واجيب لك حاجه حلوه. ايه رايك؟ والله اه ده الحاجه الحلوه جايه. جميل. إيه لا حاجه حلوه مش جايه. تالت سؤال معانا. لو ما معكش ال 1000 جنيه لو بقى هي الحلتة. لو وانا محتاجه حاجه ب 1000 جنيه عينيا وانت محتاج حاجه ب 1000 جنيه ودي اخر 1000 جنيه معاك اديها لي ولا هتسيبها لك تجيب اللي انت عايزه؟ نقسمها بالنص. نقسمها بالنص؟ اه انت 500 وانا 500 يعني مش هتديهاني. بمزاجك. انا هاخد الفلوس يا عم. لا طب ايه ايه لا مش هينفع كده. كده كده اسمه استرقى بالاقراء. كام؟ كنت هجيب لك هديه وانا راجع. ناقصني 40 جنيه. 1000 ل 40. 1000 ل 40 جنيه؟ شفتي صدقت ان انا ما كنتش عارف. ليه بذمتك 40 جنيه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. عشان بعد كده اما اقول لك على حاجه تديني حتى باخر فلوس معاك. هات يا ابني اللي بعده. انا على فكره كنت واخد الفلوس دي معايا علشان اجيب لك حاجه وانا راجع من البرنامج. عشان انت انا حسيت كده حررت والجو بقى حر عليك. لا مش حر خالص ده سقعان. شكلك حراق. انت لا 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 وعايز تستحمى. عايز تستحمى يعني ينفع؟ طيب السجاده. اه ينفع اهو. انا ما بخافش الا من الغشم بتاعك. طب انشي وش يا ابني. ما تنشفش وشك لسه كتير جدا. ماشي في صحراء كده فترة. لو ماشي في صحراء. احنا قلنا بقى احنا وانا معاك قلنا مشاهد كوميديه. كوميديه وانا معاك كده مبلوليه ومعاك مسدس وفي طلقه واحده وداخل علينا اسدين. اسدين. اسد ناحيتي واسد ناحيتك. اه ده غابه كده مش في الصحراء. في صحراء. هم اسدين ماشيين في الصحراء. ماشي مالهم؟ واحنا معناش الا طلقه واحده في ايدك انت. هضربها على الاسد اللي جاي عليا ولا اللي جاي عليك؟ هضربها على نفسي عشان اموت وارتاح. هات يا ابني اللي بعده. هو مش حلو. مش هيبقى مش عاجبني. امال اقول ايه طيب؟ انا مش عارف اعمل ايه. مش عاجباني ومنرفزني. العيال دي مين اللي عندي في التضامن معاكي؟ اهو كفايه. اهو عشان ما تعصبنيش تاني. شكلك بقى لذيذ كده. طب ينفع؟ طب انا الاستشوار بقى لي نص ساعه قدامك قدام المرايه. مش عايزين تعملوا اي حاجه ثانيه قولوا لي. يعني ينفع؟ قولوا لي. نفسكم في حاجه؟ طب السجاد اتبهدل. السجاد ما هو ده اللي جاي. ما هو ده السؤال اللي جاي. ماله؟ هو ده السؤال اللي جاي. ادولك المغسله عينيا بس هات الفلوس. خلاص انت عارف اللي بيخش يجيب بيخرج تاني. انا عودتك على كده. ما هو بيخرج تاني عند الناس. انا عودتك على كده. طب عايزه ايه منك تاني؟ سيبيني بقى حليني. ليه داخل علينا؟ كل سنه وانت طيبه. السجاد زي ما انت شايف. ماله؟ وانا تعبت كحك وبسكويت وقراقيش وبتفور وغلبة. على يدي. ما انا كنت بعمل معاك والله. تعب. والله كنت بعمل. وانت كنت قاعد بتعمل شطرنج ولا بتلعب؟ والله كنت بعمل مونتاج. بص يا سيدي السجاد زي ما انت شايف اهو. اه من بهدل. ما انت اللي بهدلتيه. انا ماليش دعوه. ليك اختياريه. ايه؟ يا تغسل لي سجاد الشقه كله ازاي؟ حتى المشايات. ما هو دي مغسله. يا اما تغني لي اغنيه. اغنيه ماشي. اغني اغنيه. اسف اغني. سمعني. اغني اغنيه.
ازاي؟ معرفش الف لي اغنيه وفاء بقى باسمي. عايزاها باسمي ازاي يعني؟ ماليش فيه. اغني اغنيه مثلا ايه؟ وفاء يا ناس نجم اليوتيوب دي ست بيت شاطره ام محمود. مش عجباني. ما عجبتنيش. ما هتخسر السجاده ازاي؟ السجاده هيتغسل. ما انا غنيت اهو. ماليش فيها. هيتغسل يعني هيتغسل. طب اوديه مغسله. اغسله هنا في البيت؟ انا حكمت ان هو هيتغسل. حاضر حاضر. في البيت. تفكني بقى. عشان اشوفه هينضف قدام عيني. ماليش دعوه انا مغسله ومش مغسله. انا عايز اشوفه هو بينضف. ما انت اللي وسختيه. مش انت اللي وسختيه. هو اتوسخ وهيتغسل. ماشي. كده خلاص انا خدت حقي وحقي ندى. من ايه؟ انا على فكره خلاص. الفيديو اللي انا عملته فيكي كان احلى من ده وكان ما كانش كده بهدلك. ماليش فيه. انا كده واخد بحقي وقلت لكم هبقى اديلكم. انتوا السبب. انتوا اللي وصلتوا البنت ب 100,000. شكرا. ليه؟ ليه؟ وصلتوني ده هي ما صدقت اول ما جاب 100,000 قالت لي لازم اعمل الفيديو. عايزين حاجه ثانيه يا اولاد؟ مرضيين؟ مبسوطين؟ في اثنين ورا الكاميرا محمد وبلال. لو وصلت الفيديو ده 100,000 لايك ان شاء الله هم هيبقوا ضيوف في الحلقه الجايه باذن الله. ورا ان شاء الله لو وصل 100,000 لايك اعمل المشا بتاع ضرب البرنس لاخواته وربنا اعمل فيك بقى. اعمله فيك. ماشي. مش هعمل رامز تاني. مش هعمل رامز تاني بعد اللي عملتيه فيا ده. يا رب الفيديو يكون. ومستحمى بقى. متنساش توصلوا الفيديو 100,000 لايك اشتركوا في القناه. مع السلامه. حرام عليكي. احنا قلنا بقى مشاهد كوميديه. مش هتفكني ايه؟ انا بجهز لك حاجه بالسجاده عشان تخسر. حاجه. طب ما ده هفك. تخدش وتخسر السجاده. طب فكني طيب. خد يا وفاء. يا وفاء. يا وفاء ما تهزريش. يلا عشان اقوم استحمى. يا وفاء. يا بنت اللذينة. يا وفاء. مش عارف. يا عيال. يا ولاد اللذينة. يا مسعديات.